إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين مع الفرنساويين مو ناويين يحلوا عن هالبلد إلا ما يهدوا عن فكرة أبيها. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، وضعنا مو سيء، وبالنسبة لإمكانياتنا كتر خير الله. استغفر الله. صحيح، بس صلنا يومين متواصلين وهن مستمرين بقصف الشام، بالرغم من أن السوار لتاني مرة انسحبوا لضياع الغوطة، يعني ما عاد في مبرر لضربهم لنا. شلون يعني؟ شلون يعني استاذ ابو اسامه؟ قال لي من امتى كان الفرنساوي عم يدور على حجه لحتى يعمل فينا اللي عم يعمله؟ ها المفروض من الوطنيين والسياسيين انهم يوصلوا كل شيء عم يصير بسوريا لكافه انحاء العالم، وانهم يطلبوا من الدول العربيه انهم يتدخلوا لانقاذ سوريا وشعبها. يعني معقوله ما عم يعرفوا يلي عم يصير فينا ويلي عم تساويه فرنسا؟ وانه دول عربيه هي بتقدر او حتى لها حريه الحركه والعمل؟ مصر ولا العراق ولا الاردن؟ تفتكر انه الانجليز راح يخلون يعملوا لازم يعملوه وهن مقيدين والكلبشات الانجليزيه بايديهم؟ ما بعرف، يمكن كلامك يكون صحيح، بس في حد ادنى من التحرك، لانه في شعب عربي بهالبلاد يمكن يضغط عليهم ويخليهم يتحركوا. عم نسمع انه في بعض التحركات الشعبيه وبعض الاجتماعات بين الشخصيات الوطنيه السوريه المعروفه وبين المسؤولين بالبلاد. لك اخي، عندما ياتي الترياق بتكون ليلى ماتت بالعراق. شو فاتوا هالحكي؟ بنت العم شو جابه؟ هذا اجتماع العضوات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين وسهلين يا اخت الخير، شو بتعمل؟ قبل ما تسالني شو بامر يا مختار قل لي تفضلي عادي. ولو انه هذا الاجتماع للعضوات بس مو مشكله، تفضلي انت اخت رجال وكريمه، تفضلي يا اختي تفضلي. رح تستغربوا كيف مره بتفوت بدون لا احم ولا دستور على اجتماع انتوا عاملينه خصوصي للرجال والعضوات. اكيد في سبب، وسبب كبير يلي خلاك تيجي على الديوان ونحن مجتمعين. ليش في اكبر من السبب اللي نحن فيه مختار؟ الشام مو بلدكم انتوا رجال لوحدكم، الشام بلدنا نحن النسوان كمان، وقلنا فيها مثل ما قلكم فيها واكثر. هالشي اكيد، الشام بلدنا كلياتنا، رجال ونسوان واولاد وختايره. وانت قلتها، مشان هيك وقت بتتعرض الشام للضرب وهدم البيوت وتدمير الاحياء المفروض كلياتنا نقاوم. انا هلا كنت عم دور بالجوامع على العيال اللي تدمرت بيوتها مشان شوف شو بقدر ساعدهم وعلى قد امكانياتي، بس فكرت وقلت لحالي ليش ما تجتمع نسوان الحي ونشوف شو منقدر نساعدهم وشو منقدر نعطيهم، ويد الله مع الجماعة. أنا هلأ جاي أطلب منكم يا عضوات إنكم تسمحوا لنسوانكم وتوافقوا لهم إنه نحط إيدينا بإيدين بعض لنشوف شو منقدر نعمل. أنا من جهتي هي كل أساوري وكل صيغتي بتبرع فيها للناس اللي دمرت بيوتها مشان دغري وعتوا وتعيدوا بناء اللي تدمر، ونسوانكم كمان لازم تتبرع. ايدينا ما عادت بحاجه للاساور والصيغه، ايدينا بحاجه انه نشتغل لهالامهات والاطفال يلي شوفتهم وهن مرعوبين وخايفين وجوعانين بتقطع القلب. يا هيك النسوان يا بلا. شوفي اختي، انا من جهتي موافق معك بكل شيء قلتي، ومو بس هيك رح خلي أهل البيت عندي يروحوا معك ويشوفوا هالناس والمحتاجين شو بدهم، ورح خليهم يتبرعوا بأي شيء بدهم إياه، أي شيء. والله ما بعرف كيف بدنا نشكرك يا أختي، وأنا برأيي لازم يشكل لجنة من نساء الحي تدخل فيها نسواننا ومديرات ومعلمات المدارس وحتى نسوان التجار معروفين بصالحية لتقدروا بسرعة تلموا التبرعات اللازمة ونعيد بناء البيوت اللي دمروها الفرنسيين. على كل حال لما أرجع البيت بخلي أم أسامة تمر لعندك وتشوفوا شو بدكم تساووا أنتوا إياها. أصبح يا أختي ضبي صيغتك وأساولك وخديها معك، طالما بتشكل لجنة أبي سلميهم إياها. لا يا مختار، عمل اللجنة هذا إذا عملنا لجنة رح نكون إنه نجمع تبرعات ونسلمها إلكم، وأنتوا اللي بدكم تبنوا وتعمروا، ونحن إذا قلنا طلبات من إلكم إياها. الله محييك ومحيي والديك، فعلا الصالحية بترفع راسها فيك وبمثالك.
سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كانت بأيام النساء تشارك بالمعارك وتسقي الجرحى وتضمد لهم جروحهم، ونحن هلأ عم نعمل نفس الشيء. يعني نحن هلأ ما طلعنا عن العرف ولا عن الشرع ولا عن الدين. اي والله صحيح، ونعم الكلام، بارك الله فيك. الحمد لله، كأنه كان هالضرب شوي. اي ويا على قامتهم، صلن يومين ما كنوا. الله لا يوفقك يا أهل فرنساوي. اي والله تقبرني. طمني، شو الأخبار عندك؟ يعني إن شاء الله ما في شهداء كتير. والله اللي تصوبوا كتار يا سامية، بعت لي حم عليهم. بس اللي استشهدوا الآن وبكرة بعد صلاة الظهر بدنا نشيعهم. الله يصبر أهاليهم يا رب، ويهلك عدوين، ونقولوا آمين بجاه النبي محمد. آمين يا رب العالمين. أنا مشكول كتير على أبو كالب. أنت يا ريف متى يجي؟ أنا ونازم يبكوا كتير. أنا ما بعرف، أنت بيعرف؟ تقبرني، أنا ما فهمت عليها، أنت فهمت؟ لك شو بكي سامي، هلا كل ما بتتحكي المخلوقة بدك تطلعي لها سنجة عرض. إيه والله ما فهمت عليها ولا حرف. ركزي معها شوي بتفهمي. يعني أنت فهمت؟ إيه فهمت أنا. هات لنشوف شو فهمت. عم تسأل عن أبو غالب. إنه؟ وإنه إيمتى بده يجي؟ وإنه هي وناظم عم يبكوا. لا ناظم والله ما بعرف. بس إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا رب. أنا أخي عادل بعرفه بيحسبها على المزبوط. بيكون سمعان بالضرب والقتل اللي عم بيصير هون، فأجل جيته شوي. الله يرضى عليكي. بكرة بتخطفي حالك لعند فكرية بنت عمو لأب مجدي. ليش خير فيها شي؟ لا الحمد لله ما فيها شي. الحمد لله لك. بس المخلوقة مرقت لعنا على الديوان وتبرعت بصيغتها، وطلبت من العضوات إنه يطلبوا من نسوانهم يساعدوها بجمع التبرعات، ونديروا بالون ويشوفوا الناس اللي تهدمت بيوتها إذا لازمهم شيء ولا لا. اي والله، وأم أسامة كمان مرقت علي وقالت لي إنه عم يدعوا النسوان لحتى تساعد بجمع التبرعات وتفقد الجرحى. يلا يجزيها الخير. اي والله. اي ومين بده يتبرع بهالضيقة ووقفت الحال؟ يتبرعوا ستي يتبرعوا، مو أحسن ما هالنسوان كل وحدة مشكشكت لي إيديها لعندك واقعة بهالأساور هدول؟ مساكين يا حرام، ما عم بيحسنوا يرفعوا إيديهم ويحكوا راس هون. تتبرع لك الوحدة بأسوارتين ثلاثة وشو بيصير يعني؟ ما بيصير شيء. صحيح تقبرني، هداك اليوم كنت ارفع ايدي لحك راسي ما حسنت من تقلي الاساوي. ويا عليكي انت لما بتضبني مع احلاكي، يا عليكي ما لزيك الناس برا اي بايامتها وانت عم تضحكي وتتسكسكي. ايه تقبرني والله، والله ولا ما فيكي زوق. والله عم ماسحك لحتى نسيك. مزحني قال. بدي استاذنك اعطيهم كم اسواره. احسن شيء بتعملي. خلاص. ايه تذكرت شو كان بدي اقول لك، كنت بدي احكي لك على قصه ام بدور. شو بها ام بدور؟ حكت لي انه ام عين بزمناتها سالتها عن شويه جبصين. قامت ام بدور سالتها، قالت لها ليش الجبصين يا ام عين؟ قالت لها عندي حفره بالحيط تبع اليوك بدي سدها، حافرتها الفاره. بس انا ما خرطت مشتي كل هالحكايه. شو قلت لحالي؟ قلت ما تقوم الفاره هي عمتك وحاطه المصريات لك. يخرب بيتك انت، لك يخرب بيتك على لسان. مو هيك قصدي، مو هيك. ولك المخروقة صارت تحت التراب وما خلصت بلسانك. ليك على الحكي ليك؟ والله مو هيك قصدي. سمعت كلام هلا قدامهم يعني؟ لك مو قصدي. عزلك بدنك العمى. والله مو هيك قصدي. لك شو قصدي؟ ما بعرف كيف طلعت معي عمتك هي الفارة، مو هيك قصدي. قصدي انه ليقوم ما في فارة من اصله، وعمتك هي اللي حافرة الحيط مشان تحط المصريات بحيث. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس اسمعني تقبر، هالقصة كلياتها ما فاتت براسي بنوب. لك انا ما لها اساس من الصحة. مثل ما بدك. وليش لا عمي؟ انتوا جربوا احفروا مطرح مو محطوط الجبصين، ما بتخسروا شيء. جربوا احفروا مطرح مو محطوط الجبصين وما بنخسر شيء. لك ليك على الحكي ليك. الله يجيبك يا طولة البال. والله والله، وهي قدامكم انتو ثلاثة، اذا طلعوا المصاري محطوطين بهالمكان اللي عم تحكوا عليه هاد، ندرن علي خروفين لشوربة سيدي الشيخ محدين. ولو ما كنت تعبان ومالي حسنان لقوم هلأ وروح احفر. يا لشو هلأ تقبرني؟ منقول يا صبور ونهار العيون. الله يجيبك يا طولة البال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا أم؟ وين خليت قلبي عليك؟ ما صار الحكي إنك تيجي تطمني عنها. والله معك حق، والله معك حق، بس شوفت عيني، شايف الوضع. أنا هلا مارق الطريق لحتى أطمن عليكم وشوف إذا لازمكم شيء.
احنا الحمد لله مش محتاجين لقيتها حاجة منو بمنو. اصل الناس هنا طيبين قوي وحلوين قوي. ما شاء الله. ايه والله يا ابني اهل الحارة الله يحيي اصلا ما تركونا بنوب، وابو مجدي كان يبعث لنا شغيله كل يوم ليشوف طلباتنا. عظيم عظيم. ولا الاجير ده لوحده حكايه، نقول له يجيب لنا حاجه يقوم يجيب حاجه تانية خالص. والمعلم عاشور دايما يسال علينا. ما في منه المعلم عاشور. ايه والله يا مطمنيني اختي وصهري كيفون. سكوت اختك ام فياض كانه الله قام وحط وحده تانية بدالها. شو صار عليها لسان حلو؟ لا تقبرني لا تاكل همنا منوب. ايه الحمد لله يا مو. وهلا ادعي لنا. روحوا الله ينصركم على اعدائكم يا رب. بس دخيلك انت رايح بروح لعند عمك ابو مجدي سأل على خاطره وخاطر خطيبتك. يا مو الله يطولنا عمرك، انا مالي فاضي لهيك شغلات. ابي امرئي انت، سلمي عليهم وطمني علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. ربنا يحميك يا رب ويحرسك يا شيخ بدر وينصرك على من يعاديك يا قدر يا كريم. الله يرحمه ورحمه الله عليه. تعيش وتترحم يا مختار. لك ما سمعتونا شو صار مع الوفدين رح يقابلوا مسؤول القوات الفرنسيه؟ يا سيدي من الاحسن انك ما تعرف. لانه اكيد شر. مش في وراهم غير الشر. يعني ما قبلوا يوقفوا القصف على المدينه؟ بس سمعت من امبارح الليل توقف القصف، الحمد لله. صحيح توقف، بس بعد شو؟ بعد ما فرضوا علينا غرامه. روحوا شوفوا التعزيزات والاستحكامات اللي عم يعملوها العساكر الفرنساويه. ونحن شو مستنيين لهلا؟ مستنيين ابو صلاح مختار المهاجرين وابو العبد مختار الشاغور مشان نطلع بالمعيه ورا الجنايز. حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه اذا بدنا نصلي عليهم الظهر تاخرنا يا دوبنا. هلا انا وجاي شفت الناس ملي الطرقات وعم يستنوا. لا حول ولا قوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعال هاي يجي ابو صلاح بعيالنا ابو العبد وابن تيسار. لا تستنوا لي ابو العبد، ابو العبد ماله جاي. خير في تشييع لشهداء بالميدان، بدنا نخلص من التشييع هون ونروح نشيع عيني. ايه هذا واجب علينا. يلا يا شباب خلينا نعمل حركه. لا اله الا الله. يا والله شغلة هالحيط هي كلياتها مفايتة بأعلي، فالمجنون يحكي والعائل يسمع.
تقبر قلبي. والله ما عم نخسر شيء اذا جربنا. لكن احنا بنجرب بنعمل اللي علينا. بركد نعمتك قايلها اعلها انها تحفر هالحيط وتحط المصرات فيه. لك يخرب بيت لسانك انت. لك ما بدك تقصي لسانك، قصي لك يا. لك امبارح شو حكينا امبارح بالليل؟ شو بتقصدي باعلى عمتك يعني؟ تقبر قلبي، والله مو هيك مقصدي، بس انت دائما بتظن فيني وبتفهمني غلط. انا قصدي انه عمتك ام معين طول عمرها حريصه يخزي العين عنا، الله يرحمها قولوا يجعل مسواها الجنه هلا. بس هي بتذكر بزماناتها كانت وقت تعطيها انت وعادل العيادي تكمكر عليهم وتخبيهم بسرار، مو مشان شيء من الحرص تقبرني. والله انت ما في خواص منك بنوب، فعالج لا تعالج. الله يرحمك يا عمتي. بس لو كنتي قلتي لنا وين كنتي مخبيه هالمصاري والذهبات هدول، ما كنا طلعنا بسواد هالوش قدام ابنها وابن ابنها. ايه لكان. هلا المهم اللي صار صار، خلينا نجرب تقبرني نحفر بهالحيط، بركه دم نلاقي المصاري والذهبات وبياخذ جاسم نصيبه وبيتيسر على بيت اهله. حرام خطي بيكون اهله هلا غليان قلبهم عليه. اخ اكيد بتكون عم توصل هون الاخبار، وهالفرنساوي شو عم يعمل فينا؟ الله لا يوفقه بجاه النبي محمد. والله حلاوتك انت يا سامية، انه قلبك طيب وحنون وبتحبي الكل ومصلحة الكل وما بتحبي حالك منوب منوب. يو كرمال عين تكرم مرجع عيون، وانا كل شي بمثلك بصلة بحطه على راسي من فوق وبعيوني وبنص قلبي. إيه لكان كبيرة العيلة هيك بتساوي. يو ما حبيت منك هي كبيرة العيلة. ليش تقبرني؟ شو شايفني؟ مقلع أسناني ولا ضافرة ضفاير الشيب؟ كل اللي بيني وبين رمزية هالكام سنة. شايفة كيف سامية أنت بتخطفي الكباية من رأس المعون؟ أنا لما بقول كبيرة العيلة بقصد كبيرة العيلة بقدرك وبهيبتك، اللي ناقصك شغلة واحدة بس، شغلة واحدة، انك تحفظي لسانك ومو كل شي بقلبك تقوليه. لانه لما بتحفظي لسانك بصير الكبير بيحترمك قبل الصغير. والله معك حق تقبرني، بس مو بايدي، ما عم بقدر اصره لهاللسان. حاكم قلبي شرشوح واللي بقلبي على راس لساني. ابن عمي كان بدي احكي معك بموضوع مشان ام ناظم هالمسكينة. والله خطي حاسستها عم تختنق، ما عم تحسن تتنفس. حاكم رمزية الله يصلحها ويسامحها كاتمة على نفسها كتم، ما عم تخليها تتلحفظ. والمسكينة ما أنا متعودة على هيك، ما أنا متعودة على هيك بيت ميت انبع وزنبع وابو شوشة، هي متعودة على السكينة والهدوء والرواء. بس شو بدنا نساوي؟ ادعي معي يا ابن عمي، ادعي بلكي بيلتقوا هالمصاري والذهبات ونرتاح. مرتاح وليش بعد؟ شو اللي متعبيك؟ ليش مالك مرتاحة سامية خانوم؟ أنا؟ والله تقبرني اللي تعبني هو اللي تعبكم أنتو كلياتكم، تعبك إلك وجاسم وأم ناظم. تاكل؟ ايه الله يرضى عليك. شو عاملة اليوم؟ عاملة شاكلية ورز وطباخ روحي. سامية صفيان كواجه من الباري. ايه لك عم تقبرني، مو نحن نطبخ بالحلة؟ بس بالصدفة مبارح صفيان شوي. بالصدفة صفيان شوي؟ ليش مين اللي اكلون؟ اكلت ليمتين بالعدد مبارح انا. يو عاملين اللي اكلون. الله يرضى عليك، حطي لي صحن الله يرضى عليك من الكواجات تبع مباري. على رأسي عمي. عمي في اخبار شي عن عادل؟ ايه عمي في عادل بإذن الله بالكم يوم راجع. الحمد لله، الله يجيبه بالسلامة يا رب. والله أنا ما عم بفهم عليك يا رمزية، لك مدام بتحبي لأبو غالب كل الحب هاد ليش هيك عم تلاوعي؟ إيه لا تعذب حالك تقبرني، حاكم رمزية ما رح تفرد خلقتها إلا إذا شافت أم ناظم متركني ببيتها. حسبي الله ونعم الوكيل. روحي يا عمي روحي روحي. الحمد لله رب العالمين، مال الحلال ما بيروح. لا تواخذنا شاكر جبناك بنص الليل بس للضرورة أحكام. وأنا بصراحة ما حبيت سلم جاسم المصاري قبل ما يكون في حدا من الأهل، وما لقيت غيرك أنت
لانه بحس انك اقرب واحد لنا. الله يخليك ويديمك ابن عمتي. يعلم الله انه محبتك جوات قلبي. انت بتمون مو جيبني وبس، بتمون تسحبني سحب ولو بنص الليل. الله يخليك شاكر ويعز مقدارك. انت غالي وابن الغالي. ومشان ما ناخرك اكثر من هيك، انت بصوره الموضوع كلياته من الالف الى الياء. المصاري هدول وهي قدامكم كلياتكم لقيناهم بالحيط هاد. المرحوم يم معين حاططن ومخبيتن. والمصاري هدول إلن وريث وحيد وشرعي هو ابنها معين الله يشفيه. ولهيك وهي قدامكم رح سلم هالمصاري لابن ابنها جاسم. وهيك نكون برينا زمتنا قدام الله. أعوذ بالله عم عاشور، شنو هالحكي هذا؟ ليش هو من يقدر أو يسترجي يحكي بذمتك؟ وإذا كان بخصوص الكلام اللي بدر من عندي أنا آسف، بس ثق بالله هذا الحكي حكوه براسي ناس كذبوا علي بحقكم، وبصراحة أنا خفت من عندكم هواي قبل ما أشوفكم. بس هسه لا، بعد اللي سمعته واللي شفته بعيني من طيبة وكرم وعطركم فاضع المحلة كلها، أنا آسف. أرجوك سامحني عمي عاشور. مسامحك واللي فات مات. وقدام عيونك المصاري هدول تاخدهم وبتروح بتسلمهم لأبوك وبتقله، بتسلم عليه وبتقله إنه أهل أمه ما بيأكلوا مال حدا ولا بيفوتوا عليهم قرش واحد حرام. والله الله سبحانه وتعالى بيعرف هو بس قديش ستك عانت وقضيت. أما جدك حسابه بعدين عند رب العالمين، حسابه بعدين عند رب العالمين. خطيتها للمعين الله يرحم ترابك، آخر كلمة قالتها قبل ما تلفظ أنفاسها وتسلمها هي اسم أبوك معين. أنا عرفت كل الحقيقة، بس شرد أقول هذا جدي الله يسامحه. ما أقدر أقول أكثر من هذا عمي عاشور، لأن الإنسان إذا بزق لي فوق راح تنزل على شوربه، وإذا بزق للأسفل راح تصير على وجهه. هذا كل اللي أقدر أقوله. وكل أهل أمي وأهل أبويا بما فيهم أمه وأبوه كانوا متضايقين منه ومن تصرفاته، الله يسامح. المسامح كريم عمي، المسامح كريم. ومنقول إذا كان بدار البقاء الله يرحمه، وإذا كان بدار الفناء الله يصلحه ويهديه. وهلا لك عمي تقدر تحمل حالك وتاخذ هالمصاري هدول وتتيسر. عمي عاشور اسمح لي، أنا ما راح أقدر أسافر لحد ما يجي عمي أبو غالب أو أطمئن عليه. وبصراحة أكثر أنا أريد أبقى يمك أساعدك وعينك لحد ما يرجع عمي أبو غالب وأطمئن عليك. معلش لك عمي الله يرضى عليك، لازم تحمل حالك وتسافر اليوم قبل بكرة، لأنه بكرة ما بنعرف شو بيصير. وهلأ أكيد أهلك بيكون غليان قلبون عليك، فالله يرضى عليك. حمل حالك وتيسر وخليني أطمن. عمي عاشور أنتوا أهلي ونعم الأهل، وأنا منا وغاد راح أمشي بكل مكان وأرفع راسي بيكم. أنا أفتخر بيكم أنتوا أهلي، وثق لو ما مرض أبويا وحالته الصعبة ما كان رجعت، كان بقيت يمكم. لأن أنا بعد ما عرفتكم صدقني مدى أقدر أعوفكم ثانية واحدة. الله يسلمك لأهلك ويسلم لك المنطقة. أهلين أخي أبو العبد. يا أهلين وسهلين، شرفت والله. لا تواخذني صار لي يومين ما قدرت أنزل على المضافة، تعبان كتير من يوم التشيع. الله وكيلك رجلي ما عم بقدر وقف عليها. شو هذا اليوم يا لطيف، لموت ما بنساه. والجاي أعظم. في أعظم من هيك مصيبة وهيك خسائر يا أبو العبد؟ شو بدهم يفنونا؟ أي بتاريخ الدنيا كلها ما في عدو قدر يفني شعب، وبالعكس قال اشتدي يا أزمة تنفرجي. أبو العبد معناتها جيتك لعندي في سبب، وسبب مهم هيك؟ لك الذكي الفهيم ما يموت. قلي لشوف شو في يا أبو العبد؟ هلأ ما بدك تضيفنا شي فنجان قهوة؟ معناتها في مصيبة محرزة وراء زيارة يا أبو العبد، ما هيك؟
ليش بيقول لنا حديث وحكي إلا عن المصايب والأخبار السيئة؟ بخلاك عم تشوفوا للمعلم عاشور؟ آه الشغلة متعلقة بالمعلم عاشور، أكيد جاي تسأل عن عادل. ها قربت تحذر أبو العبد، بدك تحكي ولا لا؟ الله يرضى عليك، شغلت لي بالي، مو ناقصني حرقصة وفوران دم. هدي هدي أبو عبود. يا سيدي أنا كنت جاي لعندك من شان أخذك ونروح سوا لعند المعلم عاشور، وشايفك هلا مالك حسنان تروح معي، فبروح لحالي مو مشكلة. المعلم عاشور دائما بيجي لعندي قبل ما ينزل على شغله بيطمن علي، وهلا ميعاد جيته. إن شاء الله يجي يوفر علي روحه لعنده، وخاصة إني حابب شوفه وأحكي معه بوجودك. هذا ترمي. ها أكيد إجا، عن إذنك لأفتح له الباب. يا الله يلا جاي. أهلي مساعد أيمن، هذا أنت؟ في موضوع مهم جاي أحكي معك. إيه تفضل تفضل. مستعجل كثير، ما بدي حدا يشوفني على الباب لأنه صوفتي حمراء. المهم عادل أخو عاشور. عادل؟ شو تصاوب شيء؟ وطي صوتك واسمعني. تريد اليوم إنما موضوع عليهم ناس كمية بتحمل شراء الأسلحة وتقريبا للزوار. بينك الله يخليك، لا شفتني ولا شفتك، لا سمعتني ولا سمعتك، وقدر تشوف عادل بطلوع الروح لدقيقتين وقال لي هالكلمتين. قول لأخي عاشور يسامحني لأني اشتريت الأسلحة من أخيك لدرايته وبسرقته وبدون علمه. يلا السلام عليكم. يا ابو العبد لا تحكي لي شيء، وصلتنا اخبار كلها، عادل هلا مكموش بالحبس. من شان الله لا تزعل مني، مو قصدي بنوب خبي عنك هالشي، بس اول ما اشتهم شفتك مريض ومالك حسنان ومو ناقصك، فقلت بقول لاخو. بس مين يلي اجى لعندك وخبرك؟ مو المهم مين حكالي، المهم عادل باعت خبر لاخوه عاشور، وقاير كلام له مغزى ومعنى غير المعنى الظاهر. وشو قال له؟ قال له انه خلي المعلم عاشور يسامحه، انه اشترى السلاح بدون علمه ودرايته. الله يرحم البطن يلي لمه، ولك يا هيك الرجال والاخوات يا بلا. شفت عادل مو خايف على حاله، خايف على عاشور، وبفهم وبذكى بده يخبرنا انه ما اعترف الا على نفسه. قوم هلا انا وياك لرول عند معلم عاشور ونشوف له شي محامي منيح يدافع عنه. حاجتني بلا ما اقول اخ ظهري واخ رجلي، عن اذنك بس لغير وعي. يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم ما لكم عندي يمين. إنه قلبي كان حاسسني، قلبي كان حاسسني وعم يقول لي إنه لابد عادل صاير عليه شيء، صاير عليه شيء. يا معلم عاشور ما بدها تكبرها، قضى أهون من قضى، وبيضل الحبس أهون من الموت لا سمح الله. لا سمح الله. المسكينة مرت المختار أبو رأفت الله يرحمه، الله شو بدها تعمل؟ طلع أبو رأفت هو ولاده الاثنين الشباب على رجليهم، اجوا ثلاثتهم محملين، مو معروف فيهم مين من مين. ويعينا ويعينون على المصيبة. لا إله إلا الله. ويعينا ويعينون. إيش هيك عم بصير فينا مختار؟ لك ما في بيت بالشام بتفوت عليه لا بتلاقي فيه مصيبة، ليش هيك عم بصير؟ اللي الشام محسودة شي؟ قولوا لي يا جماعة، انطرقنا بعين. لك هي الشام اللي بنعرفها؟ والله رح بجد ورح بخولني هالشي. لك وين العالم؟ وين الناس اللي كانوا مبحوتين بالشوارع؟ بالجناين، بالبساتين، بشغالون، رايحين جايين، ضحكاتهم وصواتهم والعابهم. ليش هيك عم يصير فينا؟ قال إذا الله حب عبد ابتلاه، والرجال شبهوه بالشجرة، فجأة بتلاقوا عريانة وصفيانة عود ونشفانة، وفجأة بتلاقيها برعمت وخضرت وزهرت وبعمر الشدة ما بده. سيدي الحبس للرجال، هو شو راح يطلع منهم؟ شو راح يطلع منهم؟ بزعل منك أبو العبد. ها
شلون يعني شو رح يطلع منه؟ أنا رجال زعمة وراه الوصاية قد الدنيا، ما هيك مختار؟ وعدم هون شلون يعني شو رح يطلع معه؟ هلا خلينا نفكر شو بدنا نعمل. لا شك انه عادل طلع رجال وقبضاي مو معترف على حدا، يعني الكمية الأكبر من السلاح نفدت وما انكمش على حد معلوماتنا الأكيدة مع عادل إلا البقية الباقية، وهي كمية ما بينال عنها إلا الاستعمالات شخصية أو فردية أو للمتاجرة، لأنه مو معقول ينقال عن هيك كمية إنها أسلحة للسوار. هذا أنت هيك بتحكي أبو العبد، أنت هيك بتحكي مو هنين. إذا عم يحبسوا أي واحد حامل فرد بدون رخصة فما ببالك شو بدهم يعملوا مع واحد مسكوا معه كمية سلاح ما بعرف قديش هي ولا قديش عددها؟ شو بدهم يعملوا فيه يا ربي؟ صحيح، بس لا تنسى كمان انه مين بدهم يحاكموا لا يحاكموا، ايه ما عاد في مطرح بالحبوسة ولا عاد في مطرح بالنظارات ولا بالكراكونات. في المحامي جوزيف، محامي شاطر ونفسه وطني، رح نوكله اياه. انا شفته مبارح وحكيت معه وطمني وقال لي اذا حكم عادل فراح يكون الحكم بين الخمسة والعشر سنين. وقلت له انه مو معترف على حدا فينا؟ بيعرف هالشي لانه الرجال اللي من جماعتنا وكنا موكلينه انه يشوف عادل ويجتمع فيه كان حضران وحكى له هالشي وطلب منه انه يعمل كل جهده ويجتمع مع عادل مرة تانية ويقول له انه يعترف على المرحوم ابو رأفت ويقول انه هو يلي قال له يشتري هالسلاح وما بيعرف لمين بده يشتريه ولا لمين بده يسلمه، وخليهم يلحقوا ابو رأفت على القبر وان شاء الله بيبقوا حده ويحققوا معه لنشوف. تعرف هذا المحامي ذكي وحربوق. يلا يلا اهلين تقبرني. اهلين يا بي. شلونك تاج راسي؟ الحمد لله. وين النظيم؟ يو ما في. شلونك سامي خانو؟ شلونك يا زهيرة؟ سمي سألتك سؤال بتجاوبيني عليه، وين بنظيم؟ أصرت تروح لبيتها، قال بعد ما فضي البيت وسافر جاسم بدها تقعد هي فيه. روحي بعتيني شي عفريت من عفريتي نديلة لشو. روح أنا يا بي. خليك عم تدرسي يا بي. روحي. رايحة ساوي لك كاسة شاي؟ بدي رح ساوي لك. قلت أين قلت لك. يا معين طمنيني يا بي كيف دروسك؟ منيحة يا بي، بس في شغلات ما عم بفهمها وامي ما عم ترضى تقول لابن عمي محمود يفهمني اياها. الحق معها يا بي، الحق معها، امك عم تعمل هيك لحتى تعتمدي على حالك. يا بي انا شاطرة بس في شغلات ما عم بفهمها. لازم تتعبي على حالك يا بي، والشي اللي ما بتفهميه لازم تعيدي مرتين وثلاثة لحتى تفهميه. وأنا بخلي أمك تحكي مع ابن عمك محمود يفهمك شي ما بتفهميه. يا بي مشان الله ما تتعب حالك. تخافي علي يا بي؟ يا بي إذا عليك وعلى أمي ما خفت على مين بدي خاف. الله يرضى عليك ويخلي لي اياك يا رب، يخلي لي لسان الحلو. الله يضيع لك تعب جاء النبي محمد. امي يا بي امي امي الله يرضى عليك، خدي كتابك وطلعي على غرفتك درسي فوق. تفضل تقدر هي شاي بالليل. خليها عندي. برجيني شوف. لا الحمد لله ما في سخونة. شو أعمل لك؟ جيب لك شوية مي سخنة تغطس فيهم رجليك بلكي بترتاح شوي. والله مو هين علي شوفك هيك، بيجي لأختنق لما بشوفك هيك متضايق ومخبوط وماني قدراني أعمل لك شي. بعتي ورا مناظيم؟ بعتت ورا مصوفة الرقبة من الصلصان، قال جاي تجي همجية إن شاء الله. ومن أدري لأم مش مقلوب أمي. من وين مش مقلوب؟ ومن أدري لأم غالب. هلأ هالمسكينة صار اسمها مش مقلوب.
سامي يا أمي لا تخليني أحكي كتير. خلاص تقبرني خلاص لا تزعل الحال. أم غالب يا أم غالب انزلي المعلم عاشور عاوزك. مضبوط عمي بالعين. شلونك الناظيم؟ الحمد لله. شو وينه ناظيم؟ هو يخب كتير يلعب مع اولاد امه. الله يخلي له ابوه وديمه فوق راسكم قولوا امين. امين يا رب العالمين. السلام عليكم عمي. اسمعوني وانتو بتنتين فكروا منيح واستوعبوا كل كلمة بحرف بدي لكم إياها. خادر أمي. اللهم إني لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه. أخي عادل الحبس. شو عادل الحبس؟ أفضل من إنه لا سمح الله كان ينقتل أو يتصوب ويجينا محمل بعيد من هون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المحبوس أول على آخر بيطلع من الحبس. طيب عمي ما عرفتوا شو سبب حبسه ولا وين موقوفه محبوس؟ بعرف ماشي غير انه محبوس. وين وليش ما بنعرف؟ مسكين حبيبي ابو كالب مسكين خرامين طين خبز. فين يروح انا؟ فين يروح نازم؟ خرام ولو يا نازم انت غالية علينا كتير وبتضلي بقلبنا وعيوننا وبتلك مثل سامية مثل رمزية. بتحبي تضلي ببيتك على راحتك. بتحبي تجي انت وناظم تسكني عنا هون بالبيت يا ميتر لو سهلة. وما بتكوني الا مرتاحة ومبسوطة واللي بدك يا بيصير. لا عارفوا شو السبب ولا عارفوا وين محبوس. كل واحد بيقول لهم شيء. المسكين لا له شوكة ولا له دباح وعنده اربع اولاد. المعلم عاشور عم يجول بالكل الله يكون بعونه. تعرف يا قدوس وما مريت لعندي كنت مر لعندك على البيت اليوم. بتشرف ابو مجدي والله تشريفك عيد بالنسبه لي. ان شاء الله الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك يا ابو مجدي. لا ابنك مجدي ما اجى؟ خليها لله ولك حده. عليم الله ما عم نعمل ليش وما عم بسترجي اظهر قدام هالبلاوي الثلاثه اللي عندي قديش دي زعلان وحزنان. مجدي لهلا ما بين وما في عنه خبر. والله قلبي مثل النار. صلي على النبي لك ابو مجدي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ان شاء الله ما بصير لك الخير. لو كان لسه عايش كان رجع وطمنا ولا كان بعد حدا من الناس يطمنا. ما بتعرف شو ظروفه. انت بتعرف الحاله صعبه كل يوم بنكون بقرنه وكل ساعه بنصير بديره. شعكم شعكم كلكم رجعتوا. شو معنى هو الوحيد اللي ما رجع؟ ومين قال لك انه رجعنا كلنا؟ هاي انت رجعت والشيخ بدر رجع وخليل ابن المرحوم شفيق رجع. من جهتي أنا جاي أطمن أهل البيت عني وأرجع لأني انضميت للأحرار الوطنيين على طول. هذا الحكي بيناتنا أبو مجدي. ولو يا أبو المجد أنت بتعرفني أحكي ولا همة. أنت بتعرف حالتنا وبتعرف البير وغطاء وبلدي ما بيرضي أني جوع أهل بيتي وخليهم يمدوا إيدهم للي بيسوى واللي ما بيسوى لا سمح الله. والله صحيح. والجماعة شرواك بالخير بيقدروا وتقول والله والله نحن المجاهدين والسوار كلياتنا صرنا عيلة واحدة كل واحد منا قلبه على الثاني. صحيح الكبار عم يتخانقوا ويتنافسوا بس نحن انضمينا للثورة من شان نطالع الفرنساوي برات البلد.
ولهالسبب مو غيرهم متفقين بالصلاة على النبي وفل وياسمين وهدن ينشنقوا وينضربوا مع بعضهم لبعض. الحاصلوا شو كنا عم نحكي؟ اللهم صلي على النبي. ولك حدو شبك لساك شب معقول تكون نسيت؟ كنت عم تقلي شو قلت لجماعتك؟ ايه ايه سيد راسي ما انت، ومثل ما قلت لك الجماعة قدروا ظروفي وسمحوا لي بنهار روق اشتغل واتكسب ومن بعد المغرب برجع لعنده. طيب ما شمشمت لي اخبار عن مجدي؟ ولك شو فاكر الامور هني؟ ان اخ ما بيدرى باخوه، بس بطمنك باذن الله ابنك سالم مو صاير له شيء. لانه يا حبيب هالرب بتقول هالغوطه كانها حمايه للسوار، وكانه هالدكوكه معموله قاصد لتكون استحكامات وحمايه هي والشجر لهم. الله وكيلك الله وكيلك، صار اسم الغوطه وحده يخوف الفرساويين ويرعبوا. الله يحميكم وينصركم يرضى عليك. ابقى تقصلي انت اخبار مجدي. خوش انا ما عم بترك حدا الا عم بسال عنه. يا زلمه يا زلمه شو صاير فيي انا؟ مالي طايق فوتت البيت ولا عم بقدر اشوف حدا. بدي اعرف شو صار مع مجدي. والله لو تشوف امه، والله عملت مناها، والله بتصعب على الكافر. اخي بتقدر بتلومها ام؟ وخليه رجع لانه لسه عم يدرس. هالشباب الصغار اللي لساتهم عم يدرسوا عم نفضل انه يكملوا اعلامه، وخاصه انه عم يجينا متطوعين من كل فج وعميق، وبالاخص بعد هالضربه الاخيره. الله وكيلك الله وكيلك يا ابو مجدي، كانوا مفكرين بهالضربه القويه يقضوا على السوار ورعبوهم من الناس وخلوهم ينقلبوا علينا ويتركونا، وقام صار العكس وانقلب السحر على الساحر. لك حدو بدي افهم منك انه بعد هالضربه القويه لساتكم مصرين انه ما رح تتوقفوا؟ لك شو نتوقف؟ ما نتوقف نحن، نتوقف عن محاربه اللي دمروا بلدنا وقتلوا رجالنا وعيالنا. حدو خذ النينة الريحة حط على دانك منها عشان لما تشوف مجدي وتبوسه خلي سمريها لأبو. لكن لك فكرة، رح بسألك على مجدي وبيجي بطمنك عليه بذات نفسي، يا بخليهم يبعثوا لي يطمنك عن حاله بنفسه. كون متشكرك، ما رح أنسالك هالمعروف ابنه. الله يسلم هديات يا حق. ويسلمك يا ابن عمي، تأخرت عليك. لك الله يعطيك العافية. إيها الله يسلم هديات. تفضل تقبرني. يسلموا. تفضلي مرت عمي. طيّع من إيدك هلا بأخدها. يا مو. يا مو صحيح مرت عليك خالتي ومثل عوايدك نقرتي أنت وياها؟ شو بتقصد هاي مثل عوايدي؟ بتقصد بانه انا مشرانيه وبحب المناقره؟ اعوذ بالله، مو قصدي هيك بنوب يا مو. انت كبيرتنا وبركتنا، الله يديمك فوق راسنا يا رب، انت كبيره هالعيله. هيك ها حسبت. شوف لك شاكي، لا تفكر حالك بانك كبرت، اسم الله حولك وحواليك. ايه بتضل الكلمه كلمتي والشوره شورتي لحتى صاحب الامانه ياخذ امانته. فهمت ولا ما فهمت؟ والله فهمت لك امي. يسلم وادي. اي والله فهمت لك يا مو، والله فهمت. قلت لك انت كبيرتنا واللي بتقوليه بيصير وبيمشي على رقابنا كلنا كمان. ولك تقبر قلبي، ايش مفكر حالك انت؟ ولادك قليل عندي، انا بيطلع خلقي من بناتك لانه قليلين ترباية، لانه الله باعت لك مرة حوبي ما عندها جنس الرتابة والركازة. الله يخلينا اياك يا مو. شو مفكرة كل النسوان مثل حكايتك شاطرة وفالحة ورشقة؟ هيك ها تقبرني؟ الله يرضى عليك يا حق، لاني انا ماني دايمتلكم ومرتك حلا تتعلم.